في كل حاجه. هنتكلم في التقرير اللي بنرحب بيه من يعني من خلاله برضو عن الكوره وعن بداياته. بس انا عايزه واحنا بنحتفل يعني في ليله خاصه في البيت الكبير باجواء العيد، عايزه ابتدي معاك بقى من وانت صغير واجواء العيد وفرحته واول يوم العيد، يعني احكي لي كده يعني عنك شويه انت بشكل شخصي يا عم. لا، العيد بالنسبه لي انا كرام. يعني كرامي يعني، يعني هو يوم الوقفه مثلا قبل العيد بنقعد مثلا مع اصدقائي قبليها يعني قبليها بيوم بنقف مع صحابي بنتجمع مثلا نلعب بلاي ستيشن نلعب طاوله نلعب دومنه الاجواء دي يعني. انما في العيد ده طبعا قبل طبعا قبل ما تخش في دوامه الكوره يعني. ايوه بالظبط. انما في الكوره والحاجات دي بيبقى لو حضرتك شايف ان بيبقى اوقات كتير قوي بيبقى في العيد في ماتشات فانت ما بتعرفش تاخد اجازات يعني. الفتره الوحيده دي عشان ما بقاش في ماتشات في الفتره بتاعه العيد فاحنا واخدين اجازه النهارده وبكره وهنبدا التمرين عادي ثالث يوم، فانت بالنسبه لك ما بيبقاش في اجازات كتيره انك تحضر عيد مع اهلك او بيبقى ساعات بتبقى بره مصر بتبقى فالفرصه دي يعني. وبالنسبه لنا العيد رامي كان قبل الكوره بالظبط يعني اكيد حضرتك برضو على لو حضرتك كنت لعيب كنت اكيد بتفتقد اجواء الملعب يعني اجواء العيله وزمايلك بالظبط. واكيد حضرتك كنت مسافر بره على طول طول الوقت فطبيعي مش حاسس باجواء اعياد او مش حاسس باحتفالات بحاجه، فالكوره برضو بتاخدك من الحته دي شويه من حته انك تبقى مع زمايلك واهلك، بس في نفس الوقت بتعوضك في حاجات تانيه انك بتبقى برضو بتديك حافز انك تبقى حاجه ليك اسمك تحاول تعمل حاجه لنفسك لاهلك فدي بتبقى حاجه حلوه يعني. طب كلمنا بقى رامي هنبدا من الاول خالص نرجع بدايتك.